المرسل عبد الله الحسن يقول: ما حكم صيام التطوع دون أخذ موافقة الوالدين، علما أنهما لن يرضيا بذلك؟ وهل ينطبق الحكم على بقية النوافل من صلاة وصدقة وحج وعمرة؟ إذا كان الصيام وبقية النوافل يخل بحقوق الوالدين فإنه لا يجوز، لأن حق الوالدين واجب، تطوع بالصيام وغيره مستحب. فإذا كان الاشتغال بالمستحب يعني يشغل عن الواجب وهو البر بالوالدين فإنه لا يجوز. أما إذا كان الاشتغال بالأعمال المستحبة لا يشغل عن البر بالوالدين وأداء حقوقهما فلا مانع منه لعدم المحذور. نعم.